بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم على fractures around the knee. وال fractures around the knee هتتقسم هي whether it is soft tissue injuries أو bony injuries. احنا بنتكلم على bony injuries النهاردة وهي fracture around the knee. وهنخص في الكلام ثلاث حتت، هي ال distal femur, proximal tibia and patella. نبتدي بال fracture of the distal femur. الديستال فيمر زي ما احنا شايفينها اناتوميكلي بتبتدي كسيلندر، بعد كده بتبقى فلاتن شويه، وبعدين بتبقى ترابيزويد شيب في الديستال بارت بتاعتها ما بين الكوندايلز. يعني الشكل ده لازم ناخد بالنا منه واحنا بنثبت كسر في المنطقه دي. الديستال فيمر الفراكشر ديستال فيمر بنقسمه الى ثلاث حاجات، وذر الكسر ده فوق الكوندايلز بنسميه سوبرا كوندايلر، او ما بين الكوندايلز بنسميه انتر كوندايلر، وذر سمبل زي تاني واحده او كوميونيتي زي تالت واحده، او فراكشر اوف ذا بوستيرير كوندايل اللي اسمه هوفا تايب فراكشر. يبقى هنتكلم على التلات حاجات، سوبرا كوندايلر فراكشر، انتر كوندايلر فراكشر، بوستيرير كوندايل فراكشر، او الهوفا تايب فراكشر. السوبرا كوندايلر فراكشر يعني كسر فوق الكوندايلز، whether it is simple زي أول واحدة دي أو comminuted زي تاني واحدة femur. الديستال femur زي احنا شايفينها anatomical، عادة السوبراكوندايلر فراكشر بيبقى unstable. ليه؟ لأن المسلز functioning around the distal femur جامدين قوي. الكوادريسبس بتشدها لقدام، سوري الجاستروكليميس بتشدها لورا، الكوادريسبس بتضغطها في بعض، وبالتالي الهامسترينجز من ورا بيشدوا كمان، وبالتالي بيحصل displacement في السوبرا كونتايلر فراكشر. لما يحصل displacement بالشكل ده لازم العلاج بتاعها هو open reduction and internal fixation. open reduction و internal fixation whether بplate عادي زي اللي انت شايفه ده، او بplate على شكل الديستال فيمر اللي بنسميه distal femoral plate، لانه بيبقى مبطط شويه في الديستال بارت بتاعته شكل الكوندايل، او بالظبط زي ده كده ديستال فيمورال بليت، او بندخل نيل اللي اسمه ريتروجريد نيل فيمر. وباعتبار ان الكسر تحت مش فوق، فاحنا بندخل المسمار من تحت، يعني بندخله من الني ما بين التو كوندايلز اوف ذا ني، بندخل المسمار تو ثريد الفراكشر ويطلع في الكوندايلز ويطلع في الشافت اوف ذا فيمر. يبقى النيل ما بين التو كوندايلز للشافت اوف ذا فيمر زي ده. طيب الانتركوندايلر فراكشر، الانتركوندايلر فراكشر هو الفراكشر بين التو كوندايلز، whether it is simple fracture or comminuted. ويوجوالي it is comminuted في الاوستيوبروتيك بون، وبالتالي الديسبيسمنت بتاعها it is difficult to reduce، والريدكشن بتاعها بيبقى صعب شوي زي ده. to the shaft whether بحاجة اسمها blade plate، condyler blade plate ده عبارة عن plate وواصل ببليد شفرة بتخش ما بين بتخش في التو condyles من laterally medial، وبالتالي وبعد كده بنثبت البليد ده في الشافت اوف ذا فيمر. يبقى كده احنا الكسر اللي هو كان mainly ثلاث حتت كبار بقى حتة واحدة بالبليد داخل ما بين الكوندايلز والبليت اللي ماسك في الشافت اوف ذا فيمر. كوندايلر بليد بليت.
Another example of condylar blade plate. ممكن برضو نعمل نفس الموضوع ده بحاجة اسمها dynamic condylar screw DCS. The two condyles will be fixed by this lag screw. واللاج سكرو بيخش في بليت لو بارل بيعملوا مع بعض كونستراكت يمسك التو كوندايلز في الشافت اوف ذا فيمر. يبقى ده اسمه دايناميك كوندايلر سكرو. دايناميك كوندايلر سكرو. Another example. Another example of condylar. ومعنى لوكد بليت ان المسمار ان البليت ده فيه سيريشنز. لما المسمار بيخش راس المسمار السيريشنز اللي في راس المسمار بتعمل لوكينج مع المسمار وبالتالي بيحصل مور فيكسيشن اوف ذا بون سبيشالي ذا اوستيوبروتيك بون. يبقى ده لوكد بليت. لوكد بليت. لوكد ديستال فيمورال بليت. Locked distal femoral plate في in comminuted intercondylar fracture femur. تالت واحد واخر واحد في الفراكشر ديستال فيمر هو الهوفا فراكشر او الفراكشر posterior condyle. يوجولي بياخد البوستيريور femoral condyle وباعتباره ان هو ان ده intra articular fracture ف it has to be reduced anatomically. أهو ده displaced fracture posterior condyle posterior part of the medial femoral condyle has to be reduced anatomically and fixed by screws. زي الاكزامبل اللي على اليمين ده fixed by two cannulated screws مسامير مفرغة. Thank you.